أكيد. هدف! هدف! أحرز الغنادل الهدف الأول في هذه المباراة. مستحيل! لم تنتهي المباراة. أجرى فريق المجد بعض التعديلات في مواقع اللاعبين، فماجد انتقل الآن من الدفاع إلى الهجوم. راقبوا المباراة الآن. هذا ما كنت أتمناه طوال الوقت. سأترصد تحركاتك يا ماجد. اتركوه، دعوه يسدد. ماجد يحول الهجمة لصالحه. هل سيسدد من خارج منطقة الجزاء؟ لا يمكن أن يسدد من وسط الملعب. تعد يا وليد. تمهل يا ماجد، تمهل. هل يحرز ماجد هدف التعادل لفريقه؟ بل سيحرز هدف التعادل. سأتصدى لها يا ماجد. أرجو ألا يفقد ماجد حماسته، تبدو عليه علامات الخيبة. الله! اللاعب ماجد لم يفقد الأمل بعد. أنا واثق من أنه سيصنع هدفا رائعا. ممتاز، استمر في الهجوم يا ماجد. أخشى أن يخفق ثانية. ماذا قلت؟ قلت أرجو أن يسجل ماجد هدفا. هكذا التشجيع يا بديع. شكرا لك يا لانا، ولكن أرجو أن لا يتعب ماجد بعد قليل. لكننا لم نقصد ذلك أبدا. إذن هيا شجعه بحرارة. هيا. حاضر. اطمئن يا عمر، أنا بخير. لن تتمكن من تسجيل أي هدف هذا اليوم يا ماجد مهما حاولت، فهمت؟ بل سيتمكن من تسجيل 1000 هدف وهدف. اهدأ يا عمر. ولكنه يقول توقف. دعه، مراقبتهم لي أمر متوقع. ها؟ علينا أن ندرك التعادل مع فريق العنادل. أكيد. وسنفوز يا عمر، أليس كذلك؟ طبعا. ماجد يمرر الكرة لعمر، وعمر يعيدها إلى ماجد. يلعبان بطريق الخطوات. إنه يهاجم ثانية. راقبه جيدا، إياك أن يتقدم أكثر. لن تفلح في إعاقتي. يجب عليه أن يمررها إلى غيره. اطمئن، سيمررها. يحاول ماجد الآن أن يلفت أنظار فريق العنادل إليه فقط. سعيد. ماذا؟ لعبة ذكية، قلت لكم لاعب معجزة. مرر ماجد الكرة في الوقت المناسب. ساعدوا، سنسجل هدفا. أعزائي المشاهدين، تلاحظون معي أن أسلوب المجد في هذه المباراة تميز باللعب الجماعي. كما توقعت. فعلا، لقد صح قول هذا الفتى. هل تعرفه من قبل؟ لا. هاجموا، لا تفقدوا الثقة بأنفسكم. إنهم يسخرون منا، هيا ضيقوا عليهم الحصار. رائع، من بين قدمي. يستحوذ ماجد على الكرة من جديد بعد أن أخفق العنادل في رد هجمات ماجد. عمر يتقدم مسرعا، وماجد يمرر الكرة عالية لعمر. ويتمكن عمر من اللحاق بالكرة قبل أن تخرج لأنها كالصاروخ. عمر يتقدم من مرمى العنادل، ترى هل سيسدد؟ هيا استعد. مفاجأة، عمر يمرر الكرة إلى نزار، ولكن لماذا؟ نزار يرتقي محاولا التسديد. هذا يتقدم ماجد من الكرة في غفلة من الجميع. هل سيسدد؟ هل سيسدد؟ ها؟
سيسدد الصوت. قلبي معك يا ماجد. ستدخل ستدخل. اخرجي. خلي هدا. لا 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 لا. سددها ماجد الى الزاوية الصعبة لكنها انحرفت بضعة سنتيمترات فقط. يا لهذه المصادفة. خيبت ظني بك يا ماجد. اي الفريقين تشجع يا هذا؟ لا مكان لك بيننا اذا كنت من مشجعي العنادل. انا معكم. اطمئني. ستكون لدينا فرص اخرى. ستصيب احداها بالتأكيد. هيا. لم يتمكن ماجد من هز شباكي حتى الآن، لكنني أعترف أنه تمكن من هز أعصابي هذا اليوم. لن يبقى من زمن المباراة إلا 5 دقائق، لذا يجب أن نستغل الوقت. خطة القفص. خطة القفص؟ القفص؟ سنهاجم حتى اللحظة الأخيرة من المباراة، ولن نأبه لخططهم، وسننتزع الفوز منهم انتزاعا. هيا. علينا أن ننفذ خطة القفص وإلا خسرنا. ما يهمنا الآن هو المحافظة على النقطة الوحيدة التي حصلنا عليها. هل يتعمدون إضاعة الوقت؟ إن لم يستحوذ المجد على الكرة ستضيع منه فرصة الفوز. هجمة لصالح فريق العنادل. راقبوا تحركاتهم جيدا. تجمعوا في منطقة الجزاء. يستعد حسام للتسديد. أنا. لم يسدد حسام، بل عاد الكرة إلى الخلف إلى كمال، وكمال يضيع الوقت. إنهم يتعمدون إضاعة الوقت وهذا ليس في صالحنا. هيا هاجموا. آمين. ها؟ منطقة الدفاع. لقد أتوا. ماذا؟ هيا الحقوا بي إلى خط الوسط. عودوا إلى منطقة الدفاع. ماذا سنفعل؟ ينفذ العنادل خطة محكمة ويضع المجد في مأزق، ولكن هيهات. إذا هاجمنا الآن في منتصف الملعب سنضطر إلى كشف منطقة الجزاء ومنحهم فرصة للتسديد. لن نقف مكتوفي الأيدي وسنبذل قصارى جهدنا. عرفت الآن لماذا أطلقوا على تلك الخطة اسم القفص، فنحن كالعصفور في القفص تماما. ما أغرب هذه الخطة. تحتاج لعبة كرة القدم إلى الذكاء والحنكة لضمان الفوز أحيانا يا عمر. بقيت 3 دقائق فقط. ماذا يوسك أن تفعل يا ماجد؟ اللاعب الجيد هو القادر على محاربة لحظات الضعف واليأس. هيا هاجموا يا فريق المجد وإياكم أن تستسلموا. تحركوا. استغلوا الوقت. هيا أحبطوا خطة فريق العنادل اليائسة. يحيى المجد. يحيى المجد. يحيى المجد. لن يتراجع فريقي عن خطته، ولن يرضى بديلا عن الفوز في مباراة اليوم مهما حدث. لقد صممت على هزيمتك يا ماجد، ولن أخرج من المباراة خاسرا. هذا هو اتفاقنا. يحاول ماجد الآن إنقاذ ما يمكن إنقاذه. ماجد قادم، ربما يتمكن من التسديد، لذا احذروا هذه الهجمة. يقوم ماجد الآن بمحاولات يائسة للاستحواذ على الكرة. ماذا علي أن أفعل؟ سأستولي عليها رغما عنكم. اهدأ يا عمر. سأخذ الكرة منهم وسأمررها إليك في اللحظة المناسبة. نحن لا نمتلك الآن إلا هذه الفرصة. حسنا، لن أحتاج إلى بذل مزيد من الجهد طالما أن عمر خصمي. ماذا تقول؟ هيا حاول ثانية أيها اللاعب المرعب جدا. سأحصل عليها. قد بذلت جهدا كبيرا لكن بدون أي فائدة. عمر انهض. إنهم يحاولون جر فريقنا إلى منتصف الملعب. انهض يا عمر، انهض أرجوك.
لحظات وتنتهي المباراة. هل سيتمكن ماجد من إحراز هدف خلال الوقت المتبقي؟ كيف سنخرج من هذا المأزق؟ أشعر أن قفصاً حديدياً يطبق على صدري. شارف وقت المباراة على الانتهاء. ضاع الأمل. لا أستطيع احتمال مثل هذه النتيجة. لا تيأس يا عمر. هيا حاول أن تنهض. تشجع يا عمر. حاضر يا لانا. يحيى عمر. يحيى المجد. يحيى ماجد. يحيى المجد. يحيى عمر. يحيى المجد. لن أخيب أمالكم وسأبذل ما بوسعي. سأتعاون مع ماجد لنحقق الفوز في هذه المباراة. اثبت رميتك يا ماجد. حان الوقت المناسب لذلك. أمضيت وقتا طويلا في التدريب. عليك ألا تضيع ما بذلته من جهد بهذه البساطة. نحن أيضا تدربنا وقررنا أن نصبح أكثر قوة. أعرف أن التدريب الجيد يعطي اللاعب الثقة لإحراز الفوز. لن نقصر في التدريب ومن حقنا أن نفوز في هذه المباراة. لن أسمح بالسخرية منا مرة ثانية. نحن الأقوى. نعم نحن الأقوى. نحن الأقوى. لنوحد قوانا يا ماجد. يجب أن لا نهزم. بقي من الوقت نصف دقيقة فقط. أرني مهارتك يا ماجد. مستحيل. لن أستسلم. سأبذل ما بوسعي كي لا نهزم اليوم. لن نهزم. مستحيل. إنهم يتقدمون. هيا هاجموا. حسنا. تقدم يا حسام. إنها لي. قدمي تؤلمني لكنني سأتابع. تمكننا من فك الحصار. جاء دورك يا ماجد. سأعيد البسمة إلى شفاه فريق المجد. سأهاجم حتى الثانية الأخيرة. لم يفقد ماجد الأمل. ها هو يعدو باتجاه مرمى العنادل بكل ثقة وإصرار. هدف. سجل يا ماجد هدف. يبدو أنه مصر على تعديل النتيجة، لكن هذا الأمر سيبقى مجرد حلم صعب المنال يا ماجد. هيا حاصروا ماجد. هيا أسرعوا. هيا اهتفوا معي جميعا. هيا ماجد 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 يتقدم ولاعبو العنادل يلحقون به في محاولة يائسة. سجل هدفك يا ماجد. إياك أن ترضخ لليأس. ولدي لا يعرف اليأس. هيا هاتم يا بني. أرجوك يا ماجد. لا تحاول يا ماجد. لن تفوز في هذه المباراة مهما بذلتم من جهد. لن تفلت من حصارنا هذا بسهولة يا ماجد. لن أسمح لك بالاقتراب من المرمى أكثر. إنني أحذرك يا ماجد. إياك أن تتقدم أكثر. ماجد احذر.
ويتمكن ماجد ببراعة من أن يتجاوز اللاعب نبهان الذي حاول إعاقته بخشونة واضحة. هيا هيا واجهني يا ماجد. هل سيتحرك جهة اليمين؟ لا يسار. لم يتمكن ناصر من إيقاف ماجد. انظروا إنه يتقدم. لقد أثرت إعجابي يا ماجد. وأخيرا يتلاقى وليد واللاعب المعجزة وجها لوجه. ماجد 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 ماجد. هيا سدد يا ماجد سدد. كم حلمت بهذه اللحظة. تابعوا معي هذه اللحظات الحاسمة التي تحرق الأعصاب. يبدو أنه سيسدد ثانية من خارج منطقة الجزاء. يا سلام ماجد يسدد كرة صاروخية مذهلة. سأتصدى لها بكل قوة. هل ستخرج ثانية؟ هذا مستحيل. خلي لا تبتعد. فزنا. لا يمكن. سينجح؟ ويستعد ماجد للتسديد. سدد هدف. ماجد 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 ماجد. يا سلام لقد لفت هذا اللاعب انتباه الجميع إليه منذ بداية المباراة. لا تنسوا اسم هذا اللاعب ماجد كامل. اسم سيلمع في ملاعب كرة القدم العالمية في المستقبل. حارس مرمى العناد الوليد هو من أمهر حراس المرمى. لم يدخل مرماه أي هدف خلال مباريات الدوري، لكن ماجد اللاعب المعجزة تمكن من خرق هذه القاعدة أخيرا. إنها كرة القدم عالم المفاجآت المدهشة. كنت رائعا. سيداتي وسادتي، يطلق الحكم صافرته معلنا نهاية المباراة. لم يحدد الفائز بعد، فالنتيجة هي التعادل كما شاهدتم. لذا سنتابع شوطين إضافيين بعد قليل. تابعوا معنا. ما مدة الشوط الإضافي؟ لا أعرف. أعزائي المشاهدين، كما ذكرت قبل قليل سيلعب الفريقان شوطين إضافيين، مدة كل شوط 5 دقائق. سيلعب ماجد كامل في موقع قلب هجوم المنتخب، أليس كذلك يا شاهر؟ وأنا أقترح أيضا إدراج اسم اللاعب عمر في قائمة المنتخب. كابتن لا تحزن، سنبذل قصارى جهدنا في الشوطين الإضافيين وسنحرز الفوز. أمامنا شوطين. دعني. كابتن هزمتني يا ماجد. أحسنت يا ماجد. شكرا لكم جميعا. لا نستحق الشكر أيها المدرب، فنحن لم نقم بأي عمل يستحق الإعجاب. لا يا شباب، كنتم غاية في الروعة وخاصة عمر. ولكن أين عمر؟ أنا هنا. ما الأمر؟ اهدأ، لقد أصيبت قدمك برد عنيف جدا، لن تتابع المباراة معهم. لكننا لا نستطيع الاستغناء عن عمر، فهو كابتن الفريق. هذا يعني أننا سنتابع المباراة بعشرة لاعبين. سنحاول سد هذه الثغرة. تسمحون لي باللعب معكم؟
ياسين. هو أنت؟